هلو صبايا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ كلنا منعرف إنه موسم رمضان والعيد بلش، كرمل هيك أكيد بتحبوا تلبسوا عبايات. ولتقدروا تنقوا العباية المناسبة في عندكن خمس قصص لازم تنتبهوا لهم. 1. نوع القماشة. كتير مهم صبايا تنتبهوا إنه ما تلبسوا أي نوع قماشة ممكن يسبب لكم حر أو شوب، خاصة إذا كان بيعكس أشعة الشمس بطريقة عكسية. كرمال هيك لازم تبعدوا عن البوليستر، لازم تبعدوا عن النايلون، وكمان لازم تبعدوا عن بيور ساتان. ممكن يكون ساتان في بقلبه حرير وهيدا الشيء بيقطع. وكمان كتير مهم تركزوا على القماش البيور قطن، القطن الصافي يعني، أو حتى اللورنزا الحرير المسلين يلي بيجي قماشته بتبورد بنفس الوقت. 2. كتير مهم تنتبهوا للون العباية. بعرف انه اكتريتكن بتحبوا تلبسوا لون الاسود، ويمكن تفكروا انه لون الاسود هو لون غامق وهو لون بشوب، بس هذا الحكي منه مزبوط، لان لون الاسود هو لون كول يعني بارد، وبالتالي بيعطي برودة وبنقدر نحس انه ما منشوب وقت اكون منلبسه، خاصة اذا كانت القماشة مناسبة. بينما في عنا كتير الوان غامقة اللي هي مثل البني، الكامل، وكتير الوان تانية رح تسبب لنا حار او حتعكس اشعة الشمس. 3. كتير مهم تنتبهوا لطول العباية صبايا. في كتير صبايا اذا كانوا قصار انا ما بحب انه يقصروا كتير العباية، وكمان ما لازم تكون كتير طويلة. كل صبية منكم لازم تنقي طول العباية اللي مناسبة لشكل جسمها، وهيدا الشيء بيعكس على اللوك النهائي لإلكن ان كان بتطولة او بتقصرة. 4. لازم ننتبه للقصة بتاعت العباية. يعني في كتير قصات ممكن يعطوكن لوك نحيف، وفي كتير قصات ممكن ينصحوكن او يعطيكن لوك انه انتو عباية. كرمال هيك لازم ننتبه للديتايات او للتفاصيل الكتير صغيرة يلي موجودة بقلب العباية. اذا كنت صاحبة ارداف يفضل انك ما تنقي عباية في بقلبها شغل على منطقة الارداف، واذا كنت صاحبة كتاف عراض كمان لازم تبعدي عن كل شيء عبايات في بقلبهم شغل على الكتاف. 5. كتير مهم تعرفوا شو تلبسوا تحت العباية، لأن هيدا الشيء ممكن كمان ينصحكن أو يضعفكن، وحتى ممكن ينزع اللوك بالكامل. يعني إذا كانت العباية اللي لقلكن في بقلبها شغل أكيد أكيد مفروض تلبسوا تحتها أوتفت سادة، وإذا كانت العباية كتير سادة كمان مفروض أنكم تلبسوا سادة أنا برأيي، وممكن تشتغلوا بالمنديل إذا كنت حضرتك محجبة، وإذا لا كمان حلو أنه تفوتوا حيلا أكسنت كولر أو شي شوي شغل بقلب البلت، وهيدا الشي بيعطي لوك متناسق وبيعطينا شوي كونتراست.